قنوات المجد للأطفال، أمان لطفلك وراحة لبالك. الحين عندنا فقرة موهبتي. طبعا معانا بنتين. وش اسمك؟ خولة. طبعا خولة، انت وش بتسوين لنا؟ بكتب لكم، لان انا موهبتي الخط. ما شاء الله. طيب وين البنت الثانية؟ يلا هذي. طيب يلا سوي، وش خططي لنا؟ سوي اول شيء هذا. سويته. طب وش موهبتك؟ الخط. ما شاء الله. طب يلا ابدي ورينا. هذه اول شيء، هذه مسويتها من قبل. ما شاء الله خطك مره حلو. شكرا. وهذه بعد، هذه برنامج بنات. والله حلو خطك ما شاء الله. والحين طب مين علمك الخط؟ عمي. ما شاء الله. يلا ابدي. طب كيف علمك الخط؟ لان اول هو كان خطاط، وقلت له عادي يعني تعلمني خط، قال خلاص. طيب يلا اكتبي لنا. انت لولو ولا اللولو؟ اللولو. شوف الان خطها. ان شاء الله. والله خطك مرة حلو. شكرا. طبعا هذا هو كتبت اللولو. علي صوتك. طبعا كتبت اللولو. شوفوا اللي كتبته. وعندي كلمة. وش الكلمة؟ أقبل رمضان، أقبل يا تاج الأزمان، أقبل يا بهجة قلبي، وابعث في الأنحاء أريجاً. شكراً لك صراحة، مرة كلمة عن رمضان مرة حلو. وريهم خطك مرة ثانية. طبعا كتبت اللولو. ما شاء الله الصراحة خطك مرة حلو، أبدعتي. شكرا. طيب أنت حاولي نفسك أنك تطورين في هذا، وإن شاء الله إذا كبرت تصيرين خطاطة. إن شاء الله. وبعيد الكلمة من جديد. أقبل رمضان، أقبل يا تاج الأزمان، أقبل يا بهجة قلبي، وابعث في الأنحاء أريجا، أقبل نسيتي؟ خلاص عادي، أصلا أنت قلتي أشياء بسيطة ومرة حلو الصراحة. شكرا لك وأبدعتي. طب خليك جالسة ونرحب بنورة الشايب. تفضلي يا نورة. نحن البنات. ومعها بنت عمتها في. يلا تفضلوا. وبكم نكون الأرواح. تعرفي هنا عذب جميل وحديثنا. خليك يا جاسم. نحن السكر. تفضلي. كيف حالك؟ طيبة. وش اسمك؟ نورة الشايب. وش راح تسوي لنا؟ طب وش الموهبة اللي عندك؟ الرسم. يلا الحين ارسمي لنا، ايش رايك؟ عندك رسومات؟
اي يلا ورينا بعض رسوماتك. ارفعي هذه الكاميرا هنا كذا كذا. ايوه يلا. طيب طبعا نورة عندها عاقة بصرية وما شاء الله ترسم رسم جميل جدا. ايش بعد؟ ما شاء الله والله حلو رسمك. طيب يا نورة عندك مشاركة؟ ايه نشوف اي شيء قليها. يلا تفضل. بس اول شيء ورينا رسوماتك هذا هي. في رسومات ثانية؟ في ثانية بس مي بهنا. اوكي طيب يلا. طب مين علمك الرسم؟ تعلمت. كيف تعلمتي؟ تعلمتيها مثلا من امك ولا من مين؟ عن طريق براي؟ لا. مين دربك؟ امك. دربت نفسي عشان كنت ما شاء الله ارسم كثير. ما شاء الله. طب قولي مشاركتك. العلم ضياء المستقبل والعالم صاحبه الأول والعالم يجعل دنيانا بالعلم سلاما كي نعمل. علماء بني قومي عرفوا تحوي من الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. قد ذهبوا في الفلك العالي في الأرض لهم عقل يرحل. قد وفق ربي علماء قد جعلوا عالمنا أجمل. صوتك مرة حلو. طيب يا نورة وش هذه الآلة؟ آلة برايل. طيب اكتبي لنا السلام عليكم لأي جملة. شلون تكتبي لنا؟ تفضل. أي جملة؟ أي جملة. مثلا مرحبا السلام عليكم أي شيء أي شيء. ما ادري هذا وش اكتب. تحطي اكتبي الف اي شيء. الف برنامج بنات تدرين؟ ايه يلا. طب هذا ايش؟ هاي مساحة. يعني طبعا هذه طريقة برايد. يلا تفضلي. صح انتم مساحاتكم تفضى؟ ان مساحتنا خشب ما تفضى ما تخلص. طب يلا سوي لنا. سوي اللي انت عارفته اللي تبون. يعني هذه مساحه؟ اي من الجهتين. طبعا هذه طريقة برايد للكتابة. ايش كتبتي ذا الحين؟ كتبت برنامج. ما شاء الله ما شاء الله الصراحة مرة شكرا أبدعتي. تعرفين تكتبين موضوعات واشياء؟ ما فهمت. يعني تعرفين تكتبين كلمات؟ إيه؟ تكتبين. طب انت اي صف؟ ثالث ابتدائي عقب صف. طب كيف تدرسين؟ ادرس في الآلة. ما شاء الله. كم مجموعك في صف الثالث ابتدائي؟ ما فهمت. في عندك أسئلة؟
أنتم يعني ذا الحين تدرسون في التيمز أو تروحون المدرسة مثلا يعني؟ في التيمز، وإذا قالت ميدنا الأستاذة نروح يوم الثلاثاء نروح. يعني مرات يعني مرات إيه مرات لا. ما شاء الله. طبعاً كملي خلاص أنتي طيب نسيت شو السؤال. طبعاً شفنا خولة وهي رسمت خط، هذا اللي رسمته تشوفون، ونورة سوتنا بطريقة برايد برنامج، وشفنا رسوماتك الجميلة وشكراً مرة صراحة، أنتي فنان بالرسم وفي الخط ما شاء الله، وأنتي بعد يا خولة كلكم صراحة يعني مشاركاتكم واللي سويتوه مرة كانت جميلة، تحية. علشان ما يفوتك جديد قنوات المجد للأطفال لا تنسى الاشتراك في القناة والإعجاب بالمقطع.